والطواجي، ومن بعدها زي ما صرحنا وقلنا بأنه حنتكلم باستفاضة عن الموضوع الأخير في موجز الأخبار والاتفاق اللي تم بين قناة الشروق الفضائية وبين بيت الحكمة الصيني لبث مسلسل صيني في قناة الشروق، هو الطريق إلى السعادة. ودي واحدة من الحاجات المميزة اللي حتكون إن شاء الله موعودين بها كل متابعينا ومشاهدينا وين ما كانوا. ويمكن المعروف أنه التعاون بين السودان والصين عادة هو بيتم من خلال التجارة وغيره، لكن في بادرة مهمة جدا انه يكون في تبادل ثقافي. سعيدين جدا انه يتكلم باستفاضة من خلال هذا الموضوع مع الاستاذ الزبير سعيد المشرف العام للبرامج بقناة الشروق الفضائية. اهلا بك استاذ الزبير. مرحبا بك وصباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين الاعزاء في هذا الصباح. نتمنى انه يكون صباح على شعبنا وعلى وطننا الجميل. طيب رايك شنو قبل ما نبدا نحن نطلع نمشي الكنترول نتابع فيديو صغير ونجي نتواصل مع بعض في الموضوع ده ونتكلم عنه باستفاضه؟ جميل، مرحبا. طيب خلينا يعني وحدي نطلع نشوف الفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. تم التوقيع على بث مسلسل الهجره الى السعاده، وهو مسلسل صيني، وكان ذلك في حضور محطه نيجيشيا للاذاعيه وبالاضافه لبيت الحكمه للتبادل الثقافي الصيني. التوقيع كان أونلاين في حضور أيضا قناة النهار الجديد المصرية، وهو بادرة أمل أو بادرة يعني فتح باب للتعاون ما بين الصين والسودان في المجال الإعلامي. وطبعا يعني دي ما أول مرة يكون في تبادل، لكن إحنا حاولنا أن نعيد هذا التعاون ما بين السودان والصين في هذا المجال. شرحنا لهم في الفكرة بتاعت شبكة راديو تلفزيون الشروق، وعرفناهم بالفكرة بتاعت الشبكة، وهي طبعا قناة الشروق 1 وشروق بلس 2 بالإضافة لتأسيس لقناة باللغة الإنجليزية ومركز التدريب ومجلة ثقافية ومركز للدراسات البحثية والاستراتيجية. وبفضل الله سبحانه وتعالى المشروع يعني مجموعة من أميز الإعلاميين السودانيين مشاركين في هذه الفكرة بتاعت تأسيس الشبكة، وذلك يعني لإعلام يخدم المواطن ويخدم البلد في المستقبل. يعني كل القائمين على هذا الأمر العظيم اللي نحن حنشهده إن شاء الله وحيتابعوه متابعينا ومشاهدينا وما كانوا في كل أنحاء العالم في واحدة من المساحات المختلفة. الاتفاق هو تم عن طريق برنامج الزوم، والاتفاقية اللي تم توقيعها مع شبكة تلفزيون وقناة وراديو قناة الشروق الفضائية وبيت الحكمة الصيني. إحنا حنتكلم عنه، لكن خلينا أستاذ زبير نعرف تداعيات التوقيع والاتفاقية بصورة عامة والحاجات المرتبطة بها، المجالات المشتركة والتعاون بيننا وبين بيت الحكمة الصيني. الحقيقة الاتفاق ده يعني هو بداية للتعريف بسياسة الصين تجاه أفريقيا عموما، لأنه الصين عندها ثقة كبيرة جدا بأن السودان هو مدخلها. الناس بينظروا المسألة دي من الزاوية الاقتصادية، دائما علاقة الصين بأفريقيا والعالم الثالث مرتبطة بالجانب الاقتصادي، مرتبطة بالبترول، مرتبطة بالتنقيب، مرتبطة بالتسويق البضاعة. لكن أفتكر أنه الصين برضو دولة عندها اهتمام كبير جدا بالثقافة واهتمام كبير جدا بالمعرفة، والدليل على ذلك أنه السودان وعدد من الدول العربية والإفريقية بدأوا يتجهوا اتجاهات جادة جدا لدراسة اللغة الصينية، أصبحت عندها وجود كبير جدا باعتبار أنها أصبحت هي واحدة من لغات السوق، يعني بقت مطلوبة في سوق العمل. فدي برضو نظرة أنا أفتكر أنه السودان يعني مهتم بها جدا، بذات الاهتمام بتاع دولة الصين الشقيقة. المسلسل هو ثمرة لتعاون كبير جدا ممكن يكون قادم بين السودان ودولة الصين الشقيقة، وهو مسلسل مدبلج باللغة العربية،
والمهم في المسلسل ده هو بيتحدث عن مضمون مهم جدا بتحتاج جوده ولا العالم الثالث اللي هو مسألة الاهتمام بالعمل، لأنه العمل هو مدخل محاربة الفقر في الأساس، لأنه المسلسل بيأسس لمفاهيم جديدة لكيفية محاربة الفقر وكيفية الناس تفكر في إنتاج. ومعروف جدا العقل الصيني هو أكثر العقول بالمناسبة من أكثر العقول العالمية والآسيوية إذا جاز التعبير ده، إنه ارتباطا بالعمل يعني ناس عمليين جدا، لذلك هم بثقافة العمل عندهم عالية جدا، الحب العمل الرغبة في العمل الرغبة في الإنتاج. يعني دولة بهذا العدد الكبير جدا من السكان، دولة قدرت أو استطاعت إن هي يعني تغيير مفهوم العالم من ناحية وتكون ثاني اقتصاد على مستوى العالم يعني في مجالات مختلفة مرتبطة بالإنسان وعقليته وطريقة تفكيره ونظرته للعمل. أعتقد العالم الثالث دور العالم الثالث محتاجة، لأنها هي دول غنية جدا ثروات وغنية جدا بقدرات بشرية، لكن العقل الاحترافي بتاع العمل محتاج لإعادة صياغة. جميل. الناظر للثقافة عموما يعني من فترة زمنية بعيدة كان موجود واحد من المسلسلات اللي يمكن رسخت في ذاكرة الوجدان السوداني من خلال التلفزيون القومي، وكانت موجودة والناس كانت بتتابعها، يمكن دي كانت زي لافتة كده في إنه الناس تتابع مسلسل مختلف من لغة مختلفة لهجة مختلفة ومن ثقافة مختلفة تفاصيل، ووجد نجاح كبير. قراءاتكم الآن من خلال يعني الخطوة القادمة بأنه حيتم عرض مسلسل صيني، هل حيجد القبول في ظل انتشار لفضائيات واسعة، في ظل فضائيات بقت موجودة وإنترنت ومجموعة من القنوات الموجودة السودانية؟ ولا خلينا نتكلم برضو عن أوجه الاشتراك، التشابه والاختلاف. طيب، الصين هي دولة كبيرة بمعنى الكلمة، ودولة عندها بالمناسبة عندها تاريخ حضاري وإنساني وثقافي عريق جدا يعني، ودولة هي ذاتها بالمناسبة ظلت من عقود بعيدة هي يعني محط اهتمام الشرق. الشرق عنده اهتمام كبير جدا باعتبار انه ممكن يكون ارتبطوا في فترة باكرة بالطب او بمجالات مرتبطة علميا ثقافيا. ممكن نكون نقول العلاقة بين الصين ودول العالم الثالث وافريقيا على وجه التحديد علاقة ما واضحة المعالم والملامح بشكل كبير، زي ما قلت لك باعتبار انه الصين اهتمت بالجوانب الاقتصادية، لكن الصين مهتمة جدا بالثقافة. الصينيين عندهم بالمناسبة قدرات كبيرة جدا على التقليد، مولعين جدا بالفنون ومولعين جدا بالتقليد وبالأصوات. هم نحن هسي يعني بنشوفهم متشابهين، أنا مرة سألت صيني قال لي نحن ذاتنا بنشوفهم متشابهين، يعني هم متشابهين شكلا لكن هم متباينين ثقافة بشكل كبير جدا، وعندهم قدرة على إنتاج ثقافات متنوعة جدا. وبالنسبة للتعاون مع السودان، أنا أفتكر إنه وهم دولة جادة بتعاملوا مع الفنون والثقافة والإبداع بذات الجدية اللي بتعاملوا بها مع الاقتصاد والمجال بتاع سوق العمل. عشان كده أنا أفتكر إنه وعندهم جوانب إنسانية بمناسبة رفيعة جدا، وعندهم مسألة الشجاعة واحترام المرأة واحترام الأسرة واحترام المجتمع، فدي كلها من القيم اللي عندها قيمة. وعندهم حاجة بالمناسبة خطيرة، أنا واحد من الأصدقاء زار الصين قال لي الصين دي يستحيل تجد فيها متسول. الصين ما فيها متسول، بيتعاملوا عندهم قوانين صارمة جدا في التعامل مع المتسولين. ده مش لأنه هم ما عندهم جانب إنساني، ده لأنه هم ما يعني بحاربوا شكل التكسب الكسول. يعني هم بيفتكروا إنه أي زول عنده قدرة لازم يعمل، لأنه بيفتكروا إنه التسول ده شكل من أشكال التشويه بيشوه المجتمع بتاعه. وبيدوك فرصة، بيتوح لك فرصة بتاعت عمل. هي دولة متقدمة في التعليم ومتقدمة جدا في مجال العمل لدرجة إنه حتى يعني عدد من العمالة اللي بتجده للعالم الثالث وتشتغل في 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 حاجات مرتبطة بالمؤسسات الكبيرة بالدولة ديل، أنا حسب معرفتي إنه برضه هم بيكونوا مساجين أصلا في الصين. نعم. يعني شوف بدل ما يكونوا بس مساجين والدولة تصرف عليهم بيجوا بيشتغلوا بيدخلوا دخل إضافي لأسرهم ولدولتهم. وغير كده هم بيفتكروا إنه العمل ده قيمة كبيرة جدا، يعني الإنسان بدون عمل ما عنده قيمة. صحيح. بالنسبة لدولة الصين يعني. صحيح. ده بالضرورة هو بيخدم السودان كمجتمع، ممكن يكون في قواسم مشتركة بيننا وبينهم، وبالضرورة في كثير من الحاجات اللي ممكن تكون هي مفيدة من خلال ثقافة جديدة قد تجد القبول وقد تجد حتى التطبيق العملي في الشارع. شنو اللي بتخدم؟ الصينيين من القوميات بالمناسبة وجدت القبول من المجتمع السوداني. يستحيل هسه تمشي يعني ممكن ترجع الى ورا لعشرات السنين ما بتلقى لك في مضابط الشرطه اي قضيه طرف صيني، ما في
ممكن رغم وجودهم المكثف في السودان، رغم وجودهم الكثيف جدا في السودان، هم ناس مهذبين جدا محترمين جدا، بيعرفوا حدودهم، بيعرفوا قوانين البلد، بيحترموا عادات وتقاليد البلد. غير كده هم دخلوا في المجتمع السوداني. هسه قرر دي فيها عدد كبير جدا من النماذج الصينيين اللي تزوجوا من سودانيات واسلموا، بيقوا جزء من نسيج المجتمع. انا مشيت من منطقه السيتيت في شوك خزان السيتيت عبره والسيتيت، لقيت عدد من المهندسين برضو مسلمين وبيتكلموا لغه عربيه وداخلين في المجتمع السوداني وبيقوا يعرفوا عادات سودانيه واكلات سودانيه ويسمعوا غنى سوداني ويشجعوا انديه سودانيه. أفتكر إنه هي من المجتمعات اللطيفة، من المجتمعات الناس المرنين جدا في تعاملهم، المحترمين جدا في تعاملهم مع الآخر، ما 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 بتلقاهم دائما أصلا في محط، جادين جدا وصادقين في تعاملهم مع الآخرين. عشان كده عندهم القدرة وقادرين يقولوا المجتمع السوداني بالمناسبة برضو قراية ذكية جدا ويتعاملوا معه ويتواصلوا معه بشكل حميم. عشان كده بفتكر إنه العلاقة بين السودان والصين هي ممكن تسهل من مدخل الثقافة والإبداع والاجتماع وتدعم الخط الاقتصادي اللي أصلاً هو خط استراتيجي في علاقات السودان والصين. جميل. في ظل الاتفاق اللي تم بين قناة الشروق وبين بيت الحكمة الصيني يعني وإنتاج المسلسل، ممكن نقول إنه هو بيمثل حراك صيني ممكن يتواجد في السودان. في ظل التبادل ما بين العلاقات، هل من الممكن إنه يشهد تلفزيون الصيني برضو مسلسل سوداني؟ والله بحواجز اللغة إذا عمل مجهود فيه ترجمة ممكن، لكن ممكن المسألة دي تكون انفتاح لأشكال تانية من أشكال التبادل الثقافي. الدراما بشكلها والمسرح فيه تعقيدات كثيرة في إيصال رسالته، لكن في وسائط السوداني السوداني عموما والعرب والشرق على شكل العموم يعني السودان خصوصا، لكن ممكن يكون في شكل بتاع تعاون في أعمال مشتركة، ممكن يكون في شكل بتاع غنى يعني في اشكال يعني بالضروره ممكن يكون في تبادلات ثقافيه اخرى يعني بكل تأكيد ما ليس لانه السلم الخماسي واحد. برضه بتحس انه الوجدان ما بعيد بالمناسبه رغم البعد الجغرافي الكبير يعني بينه وبين الصين، لكن بتحس انه ما هو اذا فقد في رغبه بين الشعوب في انه تتقارب ثقافيا المسافات دي بتقصر يعني تبقى قصيره جدا، لكن لو بقت في جفوه هسه في دول ممكن تكون قريبه لك جدا جغرافيا لكن بعيده لك جدا وجدانيا. نعم صحيح. لانه ما في روابط وجدانيه مشتركه، لكن اذا في رابط وجداني مشترك مهما كانت المسافه الجغرافيه بعيده المسافات بتقرب، الجغرافيا دي بتيجي لمصلحه قرب الوجدان المشترك بين الشعبين يعني. وده انا مفتكر انه يعني كان لقناة الشروق شرف انه هي يعني توقع اتفاقيه ويتم بث مسلسل بهذا الحجم وبهذه القيمه، المسلسل فايز بجائزه كبيره يعني عالميه. نعم. وانا افتكر انه هو مدخل لتعامل ثقافي وابداعي. التفاصيل شنو يا استاذ زبير في تفاصيل الاتفاق اللي تم بينه؟ والله هما الاتفاق بسيط جدا، هو بس بينص على انه المسلسل يتم بثه عبر قناتين عربيتين اللي هو قناه الشروق السودانيه وقناه النهار الجديد المصريه، لكن في تفاصيله الدقيقه في هو زي فتح باب حيجسر لعلاقات كبيره جدا في التعاون ما بين الشروق او السودان ممثل في الشروق او السودان شروق ممثله في السودان وبين الصين يعني كدوله كبيره ودوله عندها قدره عاليه على الانتاج، باعتبار انه الانتاج الابداعي ده بقى مكلف جدا، بقى محتاج لتكاليف انتاج عاليه. وهم الصينيين على مدى تاريخ علاقاتهم بالدول هم دائما حريصين على التعامل مع الشعوب، حريصين على التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، يعني هم ما بتحس انه هم بس حريصين على الانظمه، يعني ممكن النظام يمشي لكن حتى يعني السودان ده كان نظام مشى، لكن ظلت علاقه السودان بالصين هي علاقه في تطور مضطرد يعني في علاقه ماشيه من الافضل الى الافضل دائما يعني. جميل. وانا افتكر انه ده مفهوم متقدم جدا في شكل العلاقات بين الشعوب يعني. يمكن ده برضه بيودينا لجانب ثاني استاذ زبير، بانه معروف انه عموما المجتمع الشرقي هو مجتمع مقاوم للتغيير ومقاوم للتجديد بصوره عامه. نعم. واي حاجه بتكون دخيله عليه بتجد المقاومه. صحيح. كانت في فتره ماضيه دخلت كثير من الثقافات المختلفه، خلينا نقول ممكن ثقافه تركيه، الثقافه الهنديه وغيرها، وجدت مقاومه في البدايه، وقبلها كانت الدراما السوريه وغيرها. صحيح. يعني على امتداد تاريخ الدراما اللي مرت على السودان والانفتاحات المختلفه، ممكن نقول انها هي قد تجد مقاومه، ولا القبول الموجود من قبل الصينيين الموجودين في السودان واللي فتحوا افاق للشعب السوداني بانه هو كيف يتعامل معهم رغم اختلاف وحواجز اللغه، الى انه هو كان حاضر موجود معهم في مجتمعاتهم، موجود معهم في السودان وقادر انه هم يخلقوا نوع من انواع جسر التواصل. الانفتاح ده ممكن يكون هو مساحه لانه فعلا تتبنى علاقات قويه جدا بينه وبينهم، ويعني المقاومه ذاتها اللي كانت بتتم عبر التدخلات في الدراما اللي بتجينا وافده من
ثقافات مختلفة ممكن تكون هي الأقل مقاومة في الدراما الصينية تحديدا؟ نعم هي ما حتجد أي مقاومة باعتباره أنه أقول لك واحدة من الحياة الغريبة جدا أنه المجتمع الصيني ده برضو من أكثر المجتمعات الآسيوية المحافظة بالمناسبة. يعني الصينيين دي منضبطين سلوكيا بشكل غريب يعني، وحتى في المسلسل السابق وعرض قبل كده الناس بيشوفوا يعني 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 لو نحن نظرنا بمنظار النقد الفني الحسية في مسلسلاتهم ما عالية، يعني المشاهد الساخنة زي ما بنشوفها هي تكاد تكون معدومة في المسلسلات الصينية، يعني براعوا انه القيم المجتمعية براعوا اللي هي بتخلق عموما بلبلة وبتخلق نوع من بكل تأكيد هم ناس يعني بينظروا للعمل ده ذاته كقيمة، ما بينظروا للأعمال اللي فيها الإثارة الرخيصة أو أنا ما أقدر أصف أعمال أخرى، لكن في دراما كثيرة جدا يعني لاحظت إنه الانغلاق الكبير للمجتمعات الشرقية ده ممكن يكون شكل دغدغة أحاسيسه من خلال أعمال فيها شكل عالي أو فيها ملامح من الحسية أو المباشرة في شكل التعبير العاطفي، ونحن طبعا باعتبارنا مجتمعات شرقية منغلقة ومحافظة، لكن والانفتاح اللي حصل ده بالمناسبة يعني مقاومته أنا بفتكر إنه تبقى بمزيد من الحرص على التربية، بمزيد من التحصين بالقيم الإسلامية والإنسانية والثقافية الكبيرة، يعني احنا ما بنقدر لأنه ما بنقدر ننعزل من العالم ولا بنقدر بنكون منعزل لأنه العالم ده أصبح مفتوح، يعني العالم ده أصبح محمول في يدك، أنت تستطيع أنك يعني تحمي نفسك وتستطيع أنك تنجرف مع تياره، لذلك أنا تستطيع أنك تحدد خياراتك، يعني أنت عاوز تشاهد شنو، عاوز تمشي مع أي نوع من أنواع الفيديوهات أو المسلسلات أو الدراما أو غيرها. دبي بيفتح لنا طوالي مجال بأنه نتكلم عن المساحات القادمة، شنو الحاجة والرؤى المستقبلية اللي نحن طالما فتحنا خلينا نقول بالسوداني نفاج في مساحة ما ممكن تكون بالضرورة هي باب لمساحات أخرى قادمة، الرؤى المستقبلية لاتفاقات أخرى؟ والله هي يفترض في شكل دراساتها تمشي بشكل كبير ومنفتح حتى خاصة على بالنسبة للدول اللي بتربطنا بيهم يعني قواسم مشتركة على المستوى الاجتماعي والثقافي والإنساني والدول القريبة مننا. وأصلا هو ده أحد أنا أفتكر أنه من المسؤوليات القومية والأخلاقية للإعلام الوطني المسؤول، يعني أفتكر أنه يعني أنت محتاج أنك تتعرف على العالم ومحتاج أنه العالم يتعرف عليك، لأنه شكل الحوار الثقافي والإنساني الكبير الماشي على مستوى الشعوب ومستوى الدول ده حوار لابد انه يعني لابد يتخدم بمعرفة ويتخدم بثقافة ويتخدم بالتزام مهني واخلاقي رفيع، باعتبار انه المسألة دي هي بتقوم تعمل زي ترياغ لحماية العلاقات ما بين الشعوب دي ذاتها، لانه كثير جدا بتحصل اشكالات مهاترات على مستوى الإعلام على مستوى الشعوب بين الشعوب دولتين، نحن دولة محادة بعدد كبير جدا من الدول الإفريقية، أنا أفتكر إنه يعني معبر، نحن دولة معبر برضو، أنا أفتكر إنه المسألة دي البيجي بياخد مننا وبيدينا بالتأكيد، غلت فترة إقامته أو قصرت يعني، فلذلك أنا أفتكر إنه دولة زي السودان يفترض تكون دولة عندها مناعة عالية جدا تجاه إنها ما تتأثر سلبا، مجتمعها ما يتأثر سلبا بأي ثقافة عابرة ممكن تكون فيها إشكاليات، وبذات القدر يكون عنده القدرة على إنه يأخذ الجوانب الإيجابية من الثقافات العابرة دي، وبرضو بالمقابل يدي جرعات من الثقافات السودانية الإنسانية، الثقافة السودانية بالمناسبة عندها قدرة عالية جدا على التأثير، والسوداني بطبيعته وبتكوينه المختلف هو قادر على إنه يأثر وعنده القدرة على إنه يتأثر، مرات كثيرة جدا بيتأثر أكثر ما بالرغم من إنه عندنا تنوع ثقافي وعندنا تنوع يعني جغرافي كبير جدا، ده بيتيح لنا مساحة أكبر لأنه إحنا ننتج دراما بتنوع مختلف وما ينقصنا فقط الجانب الإمكانيات ورأس المال، أنا ما قاعد أحب كلمة رأس المال الجبان، لكن أنا أفتكر إنه الالتزام، لأنه أنت إذا عايز تغير مفاهيم المجتمع، إذا عايز ترتقي بمجتمع لابد ترتقي بصناعة فنون، لابد ترتقي بأنك التنوع الموجود فيه ده تخدمه وتوظفه لصالح اللي يعني يكون عنصر قوة ما يكون عنصر ضعف وصراع زي ما هو حاصل في عدد كبير جدا من مناطق السودان، يعني لأنه التنوع ده على إطلاقه هو عنصر إيجابي، لأنه أمريكا دي ما بقت دولة عظيمة إلا لأنها راعت التنوع احترمت التنوع وقدرت خدمت التنوع من خلال دستوره نفسه اللي هو قدر يعني يتيح مساحة لأنه التنوع يكون عنصر قوة
وما يكون عنصر صراع وعنصر ضعف يعني. أستاذ الزبيري، أنا دايرة أتكلم في ناحية مهمة جدا، يعني صناعة المحتوى بصورة عامة هو قد يؤثر سلبا أو إيجابا، وهو قد يمهد الطريق لنجاحات أو إخفاقات. صحيح. سواء كانت في الدراما سواء كانت في المحتوى التلفزيوني بصورة عامة. خلينا نتكلم في الناحية دي تحديدا في مجال الدراما، صناعة المحتوى والفكرة العامة الممكن تتبوتق في واحد من القضايا الرئيسية اللي هي بتكون محك أساسي في نجاحات الأعمال الدرامية. نحن عندنا صناعة محتوى هادف وجاد وناجح في السودان؟ نحن عندنا تاريخ محترم في صناعة محتوى درامي جيد، قد يكون فيه بعض الإشكالات المتعلقة بالفنيات، فنيات صناعة الدراما، لكن كمحتوى كتابة بتاع الدراما وحبكة درامية وقصص وتأليف درامي، أنا أفتكر أنه نحن العقل اللي بنتج درامي عندنا في السودان متقدم جدا من أعمال قديمة على مستوى المسلسلات أو الأفلام، إن كانت على مستوى المشترك، يعني حنتجنا مسلسل الغول مع سوريا، وأنتجنا أمير الشرقي مع مصر، وأنتجنا أفلام، أنتجنا فيلم تاجوج راحل صلاح بن البادية، شاركت فيه سمية الألفي ومحمود المليجي والفاضل سعيد. السودان عنده قدرة على أنه يواصل إنتاج محتوى، لكن الإنتاج يعني الإنتاج الجيد محتاج لكلفة عالية، محتاج لكلفة بتاعت إنتاج عالية، محتاج لظروف بتاعت إنتاج أفضل، محتاج بالضرورة الحرية، المبدع محتاج يكتب في فضاء من الحرية، محتاج يناقش قضايا المجتمع بشكل منفتح، لأنه الفنان ده أصلاً إحنا نقول الفنان الحقيقي هو رجل دين، رجل دين ملتزم، يعني الفنان الحقيقي أصلاً هو ما ضد القيم ولا ضد المجتمعات، ولا يمكن للفنان الحقيقي أن يسهم بأي شكل من الأشكال في هدم المجتمع، بالعكس الفنان يرمم ولو ما كان مبدئي لا يستطيع أن يوصل رسالته، والفنان صحيح. يساهم في بناء المجتمعات وإعادة بناء أخلاقيا وقيميا، لذلك الفنان يحتاج لحرية، يحتاج لدعم، يحتاج لثقة من مؤسسات الدولة، يحتاج لظروف بتاعت إنتاج أفضل، على أساس أنه نحن السودان ده خلاص، نحن السودان ده كفاية الناس شافوا في الحروب وفي المجاعات، إنسان السودان ده عنده وجه مشرق وعنده وجه جميل جدا وعنده وجه خلاق وداعي، يستحق أنه هو يظهر للعالم، العالم يراه على وجهه الحقيقي، ماذا نقول أنه نغطي الحقائق الموجودة، لا بالعكس أننا نغيشه ونقوله، لكن ما نقول أنه ده الوجه الوحيد للسودان، لأنه نحن عندنا وجه إبداعي مشرق وجميل وعنده القدرة على أنه يدهش العالم، يعني إذا كان على مستوى الغناء والإبداع أو الشعر أو الدراما أو كافة فنون الإبداع الأخرى يعني. جميل أستاذ الزبيري، يعني إحنا وصلنا لختام المساحة، ولا زالت مساحات الدراما السودانية هي متمددة في كثير من النواحي، وبنتمناها إن شاء الله تكون مساحة موفقة ونجاحات في ظل هذا التوقيع والاتفاق اللي تم بين قناة الشروق وبين بيت الحكمة الصيني، ويشهد إن شاء الله نقلة حقيقية في مجال الدراما بصورة عامة، ويبقى تكسير لبعض الأعمال والتبادلات الثقافية ما بين السودان وما بين الصين. شكرا جزيلا لك أستاذ الزبير سعيد المشرف العام للبرامج بقناة الشروق. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهد الكريم. تحية لك، وتحية لكم كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا، كل اللي كان حاضر أمام صباح الشروق لهذا اليوم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم الفقرات والمساحات، ونتمنى أنكم تكون وجدتوا القبول من خلال هذه المساحة. تقبلوا مني عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل لهذا اليوم، إن شاء الله بكرة هلقاكم فريق جديد، لكم عاطر التحايا، في أمان الله.